جبت كام في الثانويه العامه ودخلت كليه ايه؟ انا كنت ادبي جبت 67% ودخلت كليه التربيه. جبت 84 ودخلت كليه تجاره عين شمس. جبت 68% ودخلت كليه اداب. والله انا ما كملت ثانويه عامه تمام، بس انا دخلت معهد. والله مش فاكره بصراحه، بجد بامانه مش فاكره، ودخلت بيولوجي. انا كنت ادبي جبت 95%. انا كنت من اوائل الجمهوريه اياميها يعني. دخلت كليه ايه؟ دخلت كليه الاداب. 69.5 ودخلت حقوق القاهره. جبت 92% ودخلت هندسه، هندسه خاص. انا كنت ادبي جبت 91.5% ودخلت جامعه ام اس اي. ما دخلتش ثانويه عامه. دخلت ايه؟ دبلوم زراعه. انا ما دخلتش ثانويه عامه، انا كنت امريكان ودخلت اعلام. جبت 78. دخلت كليه ايه بقى؟ تجاره. حسنت ثانويه عامه 3 مرات في عز ما هي كانت في ايام التسعينات، صعبه جدا. فكان كنت في رينج الستينات من 62 لحد 68، والحمد لله دخلت كلية خدمة اجتماعية. لو ابنك جالك يوم الثانوية العامة وقال لك أنا جبت 50% هتقول له إيه؟ مش هقول له حاجة، هو ده مقدرته وهو اللي ربنا كاتبه له. الثانوية العامة ليست مقياس أبدا أبدا لنجاح الإنسان في الحياة أو فشله. ولو جه قال لي 50% هي الحياة موقفتش. تمام؟ ليه الحياة موقفتش؟ علشان في ناس كتير جدا ربنا حطت لهم خطة في حياتهم ان هو مش لازم يكمل يبقى دكتور او مهندس. هقول لها تحاول تاني، تعمل احسن في حاجات تانية. لو حصل هقول له قدر الله ما شاء فعل. عيدها. هو مستحيل ابني يجيب 50% لان انا مش يعني انا هبقى متابع مستواه. والله هقول له ده لو ده تعبك ومجهودك وانت راضي عن نفسك وراضي وشايف ان انت تستحق الرقم ده خلاص. لا طبعا يبقى هو كده حسب رغبته بقى، هو كده يبقى مش اتجاهه الثانوية عامة خالص، يشوف اي اتجاه تاني، اتجاه مهني، اتجاه اي حاجة، او ممكن يكون لها ظروف ويحسن بعد كده. بص الثانوية العامة دي عقدت الناس كلها صراحة، بس لكل مجتهد نصيب.